كلشي الا بغا، ولكن غادي يكون كيلبس و تيتكونيكطا تيقرا مع صاحبو الماليزي اللي سميتو صافا دي سد عليه وجلس كيقرا كيديفلوبي وكيقرا اخر ما كاين. وعليه ولا عليه ولا هو هذا البروفيل هذا وان ديتا هو خاين نستقبلوه ونديرو معاه شي انترفيو ويعاودنا على السنين اللي سد عليه وجلس كي فريلانسي وجلس كي ديفلوبي باش يولي هو هذا البروفيل هذا. راه ماشي بالديبلوم، حنا ما عمر قلنا له يا خويا ديبلوم عندك، حنا كنا كنقلبوا على شي بروفيل اللي يقدر يحل هاد المشاكل بان خونا حتى من بعد. هاد هو جات منو قال لك الدراري فراسكم انا راني خارجي من لي ستي ريحت اشنو درت 3 سنين ديال لوطو فورماسيون سد عليا في الدار لي ستي عامين بلس 3 سنين اخا هذيك راه انجينيور، هاد هي الريل انجينيور، هذا هو الانجينيور ديال بصح ما دونت تيك ات تقولها دونك هذاك اللي انجينيور ماشي انجينيور برو. ما يعني حنا رجعنا عاوتاني بدينا عاوتاني تندوي عاوتاني بنفس الهضره القديمه، انا وليت عاوتاني تنقول لك الدبلوم كدا انجينير ماشي انجينير، واش قادر تحل المشكل ولا ما قادرش تحل؟ هادشي هو الاخر. بزاف ديال الحوايج الدراري تبدلوا، عندك هير شي حاجه اللي ما كنتش انا في البدايه ديالها كنت من تنقول لها لا هادشي الربجه منها الكريبتو كورنسي منهم الكريبتو. الكريبتو الدراري كان في 2010 11 كنت كنسمع هادشي هذا تنقول لا 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 ما يمكنش. 2014 كنقول لهم نو على قداش برو الكونسيبت باش تقد في الاول. واحد السيد سميتو ساتوشي ناكاموتو مريح كان كيبوبلي هي فورق بيضين ها كيفاش تجي قد المساله هكذا ابري ديفلوبا ابري كدا. علاش بدات كاع هادشي؟ لان خاصهم شي عمله ديسونتراليزي ما كيتحكمش فيها شي واحد، ما كيتحكمش فيها شي جهه، ما كيتحكمش فيها الدوله، ما كيتحكم فيها حتى شي غوفرنمنت. تنقول واي هادي عرفتي يو نو برو هادي راه حرب. انا هكا شوف بالنسبه ليا الغوفرنمنت الى يومنا هذا وانا عارف باقي واحد الزمان غادي كونترولو هادشي كامل. ابري غادي تبوبلي عما قريب واحد البودكاست درتو مع واحد الشاب البرنامج سميتو الحلم المغربي، غادي نقول لك هاو ذا غوفرنمنت كيفاش الحكومات غادي يسيطروا على هادشي الكريبتو من بعد. وما فهمتي كانوا طالقينه وكذا وتيحاربوا وخلي نشوفوا الفيلم كيجي يكمل، ولكن هادشي صدق سيريوس. دونك من بعد غادي يشدوا هاد الساعات شوف غادي يبان لك انه ما يمكنش يتحكموا فيه. من بعد هادشي كامل غادي يديروا ليه بحال هكا غادي يسرطوا غادي تولي انت عنده. دابا هادشي ملعوب برا ولكن ابخي راه هذاك الشيء كامل عنده. المهم القضيه وما فيها هي ما كنتش انا فهمتي تنقول واعي. دابا ابخي غادي يقدوا هاد الناس هادو العمله ديالهم ابخي غادي ينزل بها انا نشري بها في الشارع ابخي غادي ينزل نصرفها نو برو. ما عمر غادي يكون هاد الزمان ما عمرهم ما غادي اكسبتو وما عمرهم اكو. بالنسبه ليا اكو كانت كتبان الامور ولكن اخي العالم تبت العكس، العالم فريمون تبت العكس. شريت الكريبتو في 2016 يعني غنقول لك وامتى شريت حتى ولا تصور. حنا من الناس اللي التحقوا بالبيتكوين ملي ولا البيتكوين ب 10000 دولار تخيل معايا هاد الحماقه يعني عاد قلتي لا 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 برو ات ستارت تو جيت سيريس. وحاجه اخرى خاي اللي مؤخرا واخا تمنيت نبارطاجيها معاكم ولكن ات ستيل انا مغربي و اي دونت نو كنت ديما عندي الفكره على الدوله راه ات اغينست ذا كريبتو. حتى طلع مدير بنك المغرب ماشي والي بنك المغرب سي الجواري الاسبوع اللي فات قال لك لا احنا ما عندنا حتى شي مشكل مع الكريبتو ما عندنا حتى شي حاجه مع الكريبتو وبالعكس تنحطوا القوانين وعما قارب كذا كذا كذا. ايتس اوكي واي ما نشرتش شي فيديوهات ملي كنت تما في تركيا. المهم جايز كنت مشيت لتركيا شي سمع اخي العالم كي كيتشونج كنت مشيت لتركيا شي 4 شهور عادي شي 4 شهور 5 شهور ما كان والو كانت الحياه عاديه كلشي بخير دنيا عادي. مشيت شي شهرين عادي في كل دوره كنلقى كريبتو شوب كريبتو تا 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 شوب دابا ممكن تشري البيتكوين وتشري الايثيريوم ممكن تبيع ممكن تخلص ممكن كذا. قلت انا اي برو هادشي بشكل زعما هادو راه محلش في تخبيه هذا ما دايرش ديك الحله ديال البزناس ولا ديال القراب عندنا في المغرب حتى رحلت سونترفيل. عجيب هاد اللقطه هادي واش هاد الدوله ما جابتش الخبر وانا نقول ما عندي ما نخسر اجي نمشي نشوف واش ممكن نسحب 200 دولار يعطيها ليا 200 دولار. قلت ليتس تراي
ونقول فريمون صاحبي هادشي راه في شكل. مشيت قلت له الله يخليك بغيت 200 دولار، قال لي بالله راه، قلت له لا بغيتها بالدولار، بغيتها 200 دولار ما بغيتش لا. قال لي انت سكاني هاد الواليت هادي صيفط فيها قد قد اشنو عندك؟ اوكي انا صيفط لك. صيفط ليه تكونفيرمات عندي الترانزاكشن صافي، وي مثلي 200 دولار. ما خديت ال 200 دولار معلم وانا نقول فاك عالم جديد الصاد. هادشي ما كانش، ما كانش ربع شهور خمس شهور هادي، دابا وليت تلقى محل في كل دور. بديت نصور هذيك الساعة، قلت نو ممكن دير بزاف ديال المشاكل، ممكن دير بزاف ديال الحاجات. قلت ديك الساعة بلاش، حتى شفت الطرح ديال والي بنك المغرب السيمانة اللي فات، عاد قلت اتس اوكي. فهمتي جايز، ممكن تيري، ممكن تيري، ممكن زعما هي في تايلاند اتس بوسيبل. جربت قبل واحد الاي تي ام في دبي، شفت الاي تي ام ولكن ما عمري تيستيتها، ولكن ما عمري تخيلت محل، ما عمري تخيلت محل، محل فهمتي، محل حال بحال قلت شي محل ديال الترانسفير بلا ما نسمو الشركه ترانسفير دارجون عندنا هنايا، بحال هكاك حال، وانت غادي تمشي غادي تيري فلوس. برو ما عمري كنت متخيل هادي، راه جامي، راه ما عمر، راه علاش نقول لك شوف تطراو بزاف ديال التغييرات في العالم، انت غادي تكونفيرتي الكريبتو مقابل فلوس، واه كنديروها اونلاين، كنديروها بير تو بير، بلا ما تسولني هذاك الصداع ما بيناش. البير تو بير واحد يشري، لا ما حمزه ندوش علاش، حنا كندوي على جيت تمشي عند شي محل وغادي يعطيك رزقك. برو ها هي انا عشتها، وكيخذي ديك ال 200 دولار بحال بديت نقول الصاد الفيوتشر غادي تكون واحد الربجه، ربجه ديال بصح، والعالم راه باقي ما وجدش شي ناس. حنا تندويو باش انا تندوي صراحه، والجميل ان كندوي بالدارجه. هو هذا الشيء اللي تنقول، هذا الشيء هذا اللي جاي، نكونوا مغاربه نكونوا من الاوائل اصاحبي، لحقاش حنا وي ميس لوت اوف اوبورتونيتيز. مني انايا ضيعت بزاف الاوبورتونيتيز، غادي ندوي في اليامات الجايه في لايف الجاي، ضيعت بزاف تاع الاوبورتونيتيز. كنت جات تلقاني دابا بليونير، بات اي ام ستيل فاكين مليونير، فهمتي انت بالنسبه لك تبقى مليونير برو، ضيعت بزاف الفرص. انا كنبارطاجي هذا الشيء باش الشيء اللي جاي ما يضيعش الفرص اللي ضيعت. يفكر بيك، انا ما لقيتش اللي يوجهني، ما لقيتش اللي يقول لي هادشي. انا بزاف ديال الحوايج تنقولهم لكم الدراري راه هاف نو برايس، راه ما لقيناش اللي يدوي معانا يقول لنا الدراري شنو طارف العام. كنا انا عايش في طواري زيكي لدرجه ان كنت ما متيقش ان الناس كتشري في الانترنت. كانوا سي جي دوت كوم كنت خدام معاهم في 2008 9 تيقولوا لي انت معلم كتقدر تجيب الناس الداونلودي، حسن جيبهم شريو. راه الا جبتي، الا جبتي غير واحد من 10000 شرا تربح كثر. تنقول بغاو يقول بو اكواد، ما باش نقول بغيت نخلي الكلمه، بغاو يقول بوني المراكنه، لا راه انا عايق بهم، راه يبغاو يضيعوني. لا حتى واحد ما كيشري في الانترنت. علاش تنقول حتى واحد ما كيشري في الانترنت؟ لان انا مزيود في دواري زي كاساب، نو وان تيشري من الانترنت كيصحابني العالم كامل، حتى واحد ما كيشري من الانترنت. علاه الوسط ديالك دابا يقدر تكون كتصور تتفرج فيا من اي دونت نو بوفكران والعجول، اي بلاصه في المغرب، افران، خنيفرة، طنجة، الناظور، بودينار، كرونا، اي دونت نو، شي بلاصه في المغرب، وتشوف بلاصه تقول لا لا زعما حنا تيبان لك ان التلميذ غادي يقرا من هنا 10 سنين غادي يقرا، غادي يحتاج يلبس غير جي الفي ار وغادي يقرا من كيتني، وغادي يقرا اونلاين. لا صاد ايفريثينغ از بوسيبل. عرفتي انا بديك ال 200 دولار ما خديتها بزاف ديال الحوايج، باش كنشوف بلي 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 العالم اخي في شكل. دوينا على النهايه ديال حاجه اخرى الدراري اللي زادت الثقه في الكريبتو، واخا في الاخر هادشي كامل اجي يتهموا الحكومات في الاخر، ما انت ما تعرفش. حاجه اخرى اللي زادت الثقه في الكريبتو هو انت كتشوف دابا واحد الانفلاسيون خطيره، كتشوف في الماضي داكشي ديال اليونان، اليونان كانت رابط نط مع الصباح قطعت المواطنين كاملين من لي كونت ديالهم، علاش تقطعوا لنا الفلوس باش نخلصوا الديون اللي علينا وانا مالي؟ وان كانت الناس عندهم واليت ماشي البنك ما كان حتى واحد يقدر يقطع لهم. هادي حتى هي زادت الثقه ديال الناس باللي هاي خاصك يكون عندك الفلوس ديالك في الكريبتو، ما عندهم حتى واحد ما يقدر ياكسيدي لهم. شوف بزاف الاحداث في العالم طرات، ما عادش نبقى ندير التسلسل ديال هاد الحادث وهاد الحادث وهاد الحادث. اخرهم الاحداث اللي كان في كندا ديال الناس اللي خرجت مظاهره، و
واي واحد قال لهم الرئيس اي واحد خرج في مظاهره غادي نبروكيو ليه البنك ماشي غادي نفريزيو هذه الكلمه اللي قال وكان فريز هيز بانك اكاونت غادي فريزيو اي فريزيو يعني بحال قلتي يجمدوا ليه الحساب ديالو البنكي وكاين الناس كانت هي دايزه في الشارع باق لبسوا حتى هما تفريز عليهم البنك ما كانش في المظاهر غير وهنا تيقول لك شتي اخا يكون كانوا بالكريبتو ما كانوش يقدروا يديروا لهم هذه اللعبه هذه زعما فريزيو ليه البنك هذا الشيء بالعكس تزيد الثقه وتيبان لك داك الشيء غادي طالع يعني كلما كيتزادوا المشاكل زيد عليها عاوتاني في الوقيته تاع كورونا الامريكان طبعاش خايف الدولار في الوقيته ديال كورونا في هاد العامين اللي فات اكثر ما طبعات من تاريخ كانت الامريكان يعني فهمتي التهادي حتى هي ديال شتاش كنقولوا لكم راه ما خاصش تعطي الماكينه للدوله الا عطيتي الماكينه لشي دوله غادي دير فينا اللي بغات يعني وفي الاخر ما يفسروش المواطن تقول لي علاش القمح غلا يقولش لك السطره واحد الدوله طبعات يقول لك صافي هادشي اللي حط الله الانفلاسيون سالينا دوز السؤال الموالي That's it bro. المهم اخي انا ملي تندوي على الكريبتو انا دويت على التجربه ديالي مع الكريبتو اي دونت سي تنعاوني شي حاجه شي مسائل برايفت ما كنصحش اخي الى يومنا هذا انا باقي ملتزم بنفس الهضره ديالي ما كنصحش بالتريدينغ بغيتي ديرو جود لاك فور يو المهم انا الهضره ديالي سيرشو التريدينغ ملي كتقول كلمه تريدينغ كريبتو اوكي المهم ملي تقول كلمه تريدينغ بزاف ديال الناس تيجيو هادشي شوف هادشي انا تنعيشو انا كنعيشو يعني ديريكت كونتاكت مع الناس خويا سيمو شنو بان لك في التريدينغ فوت خويا سيمو شنو بان لك في التريدينغ عطيه تشيسا خويا سيمو شنو بان لك في التريدينغ تنولي تنتلاقى مع نفس الشخص خويا سيمو والله الا نصحتيني اخويا وديك 2000 درهم اللي كانت عندي داوها ليا خويا سيمو والله الا كنتي نصحتيني اخويا وقلتي لي لا وديك 5000 درهم اللي كانت عندي داوها ليا خويا سيمو والله الا كنتي نصحتيني قلتي لي التريدينغ لا خويا شنو غادي دير دابا ب 2000 درهم غادي دير بها التريدينغ واش 5000 درهم غادي دير بها التريدينغ جايز اللي كيديروا التريدينغ ديالو بصح انا ملي كندوي على التريدينغ شحال من واحد تيبقى فيه الحال تقول لي لا خويا السيمو ما تضربش المهنه كامله راه حنا ناس خدامين ومعقولين والمشكله انت ملي دويتي انا شافتني ما بقاتش كتريسبكتيني وقالت لي واش حتى انت فهاد الربجاج برو ونوض دافع على راسك اخي واش راح لهم قول لهم جايز راه ما كاينش التريدينغ ب 2000 درهم وما كاينش تريدينغ ب 5000 درهم والتارغيت هو غادي ندير واحد 16% في الشهر يعني شنو هو غادي يمشي يضرب على 200 درهم غادي يجيب 2000 درهم ويضرب على 200 درهم ما يمكنش ولكن هنا كتخليهم عرضه للنصابه ملي كتخليهم عرضه للنصابه وكنجي انا كنتدخل ما كتبقاش كتفرق ما بين هذا وهذا وملي كنتدخل سيمو والله الا حشومه عليك اصاحبي دويتي على التريدينغ وجمعتي الحب والتبن ما يمكنش نوض اخي انت دوي علاش تجي دوي معايا انايا نوض دوي هاكا تلقى انت لايف تلقى لوح فيديو في اليوتيوب خليه ذا رياليتي اوف تريدينغ حقيقه تريدينغ انت واعر على كيفاش المره اللي فاتت دويت في التريدينغ جاوا بزاف الناس خويا سيمو او فريمون الناس يقول لي والله خويا سيمو لها انت ونخليك داكشي بالفيديوهات انا خدام ب 400000 دولار واش شحال كندخل برو احنا باقيين كندوفو فيه انت خدام ب 400000 دولار ما خدامش ب 2000 درهم راه دابا تخليو نصابه في نصبوع للدراري باش يجي شي واحد يقول ليه كوجي بلا بلا باد كاش غادي يتلي رزقو على حقاش اخي راه انا والله هاد الشاب هاد الشراه مرضني تصور اصاحبي كتكون مسافر داخل مثلا شي مدينه هادي مؤخرا عشتها كان شحال هاد داخل واحد المدينه شدوني البوليس صافا بخير كي داير اخويا سيمو داك 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 دا شنو بان لك خونا كوجي كاش كوجي بلا بلا باد دو كاش قلت لهم نصاب بحال هكا نصاب ما تربحش حنا ملي كنقول لك فيو كان كاين اكثر من 10000 واحد تيربح ها هما تنجيبو تنصاد فشحال من واحد منهم ما كاينش الصاد ورينا هاد الصاد هذا اللي ربح ما كاينش حتى واحد ما تيربح اوكي دازت المده ما يوريوني داخل عاوتاني مؤخرا خويا سيمو قلتي علينا والله خويا سيمو لا نصب علينا اشنو وراوني كلشي وراوني الكونفرساسيون وراوني وحطوا الفلوس وراوني جايز راه ما يمكنش واش جاب 5000 درهم تولي مليونير شحال اجي ادير لك 5000 درهم ادير طا مليون ديال الدرهم ما يمكنش مليون ديال الدرهم ماشي مليونير خاصك 10 مليون ديال الدرهم ما يمكنش نقول لك شكون اللي كيولي مليونير هو داك الصاط اللي كيدي لك 5000 درهم ديال ما كاينش ملي كنقول ما كاينش صاط واحد اللي كيدير هاد العباد انا ما تنشخصنش ما تنقولش لك هاد الصاط هذا از ا فاكين كونسيبت حنا كندوي على الكونسيبت كامل هاد اللي تيقول لك كتجي بلا بلا باد كاش هاد الصاط المعروف وهذا هادو كاملين الصاط ما تيديروا والو تيتلك رزقك هادي هي
جمعنا ساتشي صال، جمعنا شي صال دابا نقولوا حنا عقدش كتبغي تبغي تحمي هذا البروهوش هذا اللي عنده 2000 درهم، اللي عنده 5000 درهم، اللي عنده 6000 درهم، اللي عنده 10000 درهم، كتبغي تحميه. ملي كتقول تولي على التريدينغ خايب شنو دو صحاب التريدينغ خويا سيمو حشومه صاحبي ضربتي المهنه كامله وكذا، وحنا ناس معقول وانا عارفك معقول ولكن نوض دواء صاحبي على حكاش انت ملي ساقت الدور خونا 2000 درهم انت عايش تجي تقول لي اخويا وانا نتحداك انايا، انا راه تحديتهم هما ما تحديتكش نتايا، انا عارف من وش الهضره تحديتهم هما، تجي تقول لي اخويا انا نتحداك انا نطلع نوريك جوج المليون ديال الدولار وكنتريدي شحال كتجيب في الشهر، واش انا دويت معاك انت هو اللي انت واحد من الناس اللي مسببين في هادشي ديال مخليين ان البراج كيمشيو لهم فلوسهم، تيجي واحد تيقول لي اخويا اجي نوريك جروب في اي، ما كاين لا جروب في اي باد الدراري لا والو، ما كاين نو فاكين تريدينغ، ما كاين حتى شي حاجه، كاين وانت غادي يمشي لك رزقك حلالا طيب دكا زي دونت فاكين كير، بنادم وصل لديك الدرجه ديال شي منيره انا ندير العاقه الاخرين ما سوقيش فيهم اصلا عنده هي 2000 درهم ما تجي دير بها والو غادي نديها لي، هذا هو التفكير اللي وصل ليه بنادم. جايز نكملوا الموضوع ديالنا، دونك بغيتي دير شي حاجه الوقت دونك اخي بغيتي دير شي حاجه غتمشي تعلم، عطا الله ما تعلم، تعلم شي حاجه سكيل شي مهار، نقول لك اخويا سير دير التجاره نتايا كاع، لحقاش ملي كنقول لك اي كوميرس راه ايت ستيل غير التجاره اللي كانوا كيديروا جدودنا وكيديروها واحد الناس اونلاين، ما كاين حتى شي فرق داتسي الدراري تبارك الله 47 دقيقه نزل بجويه كنت عندك 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم اش شوف برو ما تقربش للتريدينغ، عطيت شي ساعه الله يرحم لك الوالدين والله راه عرفتي، والمشكله هي ما كاينش السيمانات الدراري اللي كنعيشها في هذه البلاد هادي خويا سيمو شنو بان لك في التريدينغ بان لي عطيت شي ساعه كايصا الصدمه هي دابا كنتلاقى مع بوليس جوندارم فهمتي تيقول لي نصب عليا يا خونا تنقول له صاد دعي فهمتي تيقول لك لا راك عارف هادو جهه هاد المواطنين صاد دعي الشعب المغربي ما كيدعيش الشعب المغربي ما سميتو اما كنا نسالو هادشي شحال هادي عمر شي 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 قصص نجاح ديال هاد الشباب هادو اللي دخلوا شي جروب في اي بي مثلا جمع ليا شي جامعه شي 1000 واحد تفهم ليا وقول لي هادو ربحوا قد نو برو حتى واحد ما كيربح حنا عارفين شكون هو اللي كيربح وانا ديجا كنت دويت في هذا الفيلم هذا الا بغيتي تربح خصك يتروج لدوك الشركات ديال الفوركس وانت انت تولي نصاب اخر حتى تولي نصاب صافي انا كنت كندير الاشاره لشركه الفوركس اون فوا فهمت الكونسيبت قلت الصاد راه امبوسيبل بحال كنت كنبيع واحد الطوموبيله اون فوا عرفتي في الطوموبيله ما نبيعهاش ذاتس ماي ستوري ديال برو اما يمكنش راه حتى واحد ما تيربح الصاد اللي تيربحوا الناس اللي تيربحوا راه تيديروا التريدينغ بعقلو بالاسس ديالو تيربحوا واحد البورسونتاج قليل ماشي كيجيب 2000 درهم وكيتسنى يجيب منها مليون درهم ما كايناش هاد القضيه هادي غير نسى ملي كنقول كريبتو جايز انا كنقول لك هولدي انا ما قلت لكش انا ما قلت لك والو انا تنقول لك الكونسيبت ديالي انايا ما قلت لك والو ما تقربش كاع حتى للكريبتو انا شخصيا جبت انا هولدي والحمد لله داك الشيء غادي كيكبر وكيكبر كيكبر وتنقول من 2025 باقي غادي يزيد يكبر اي دونت نو عندك شي حاجه اللي شيطه عليك وديما كنقول هذه الجمله هذه عندك شي حاجه اللي شيطه عليك يعني الا دابا طاحت لك من جيبك ما تقدرش تبكي عليها وتبدل لك حياتك اتس اوكي ممكن تكونفيرتيها اي دونت نو شي عمله انت مامن بها شي بروجي مامن به خاي ما بغيتش نقول سميه البروجي انا كاين واحد البروجي ماشي نقول سميتو اللي حتى هو عنده كوين ديالو لي بروجي ديال ستوريج تياخذوا فيه شي ما عندهم كيقسموا على 80 كيفرقوه كذا سميتو وملي كتبغي تعاودوا يجمعوه ديسونترالايزد كلاود هوستينغ انا مانفيستي فيهم انفيستي فيه كميه كبيره اتس اوكي okay. فهمتي ستيل داك الشيء اللي كميه كبيره غير داك الشيء اللي الا طاح لا الا داك البروجي غبر لغدا ما نتقلقش ولكن هذا الشيء از جروين يعني انت شيطا عليك واحد 4000 كونفيرتي شي بروجي اللي انت مامن به شي كوين اللي انت مامن به 1000 درهم 2000 درهم 5000 درهم 100000 درهم مليون درهم داكشي اللي انت لا طاح ليك اتس اوكي سي ميو ما يبقى يا محطوط وراه الانفلاسيون كتاكل كما قلت الدراري
الاي كوميرس يا ربي يا ربي خلينا نجيو اللايف ناخذ شي ساعه وخايب بخمسة دقائق ميزدش عندنا الانستغرام الدراري كما كنقول الاي كوميرس ديما راه الاي كوميرس راه والو راه ما تنجي انا تنقول لك الدراري الاي كوميرس الاي كوميرس راه هو التجاره انا ما بقيتش نقول لك لي برودوي تشاينا وداك الشيء نو الاي كوميرس راه هو التجار واحد كان تيبيع الشلابه راه وحق الله ودخل اونلاين اونلاين حتى يجي يبيع اكثر واحد كان تيبيع اي حاجه خاصو يدخل اونلاين راه الاونلاين شي حليك نعطيك غير ببساطه مثلا جيت كري محل 5000 درهم في الشهر ما بقيتش جيت كري 5000 درهم غادي ديرها اشهار وكتريتشي كثر لان الا حليتي محل هنا كتبيع هي اللي دايز من تما ولا شي واحد الا سمع بك تيتمجي عندك ويعني دوك الناس اللي قرابين لك ولكن ملي كتحل السيت كتبيع الخونه اللي في طنجه واللي في وجده واللي في العيون كتبيع من شمال المغرب الى جنوب يعني هادو كاملين ديك اليوم يعني الريتش عندك كثر ممكن تريد شي ناس كثر ممكن تبيع للناس كثر على اخي انا تنصح الناس يدوزوا تنقولش لك سد كاع الاوفلاين خليك الاوفلاين وزيد عليه الاونلاين الا كنتي ولكن الا ما كنتيش ديجا في الاوفلاين يدوز الاونلاين ديالك واحد الحاجه حتى هي ندوي عليها في هذه القضيه هذه دابا بزاف ديال الناس تجي تقول لي اخويا سيمو انا بغيت نبدا وخايف طبيعه اخي الا بغيتي تبدا جيت خاف اي حاجه اي دومين في اي ستيب بغيتي دير في حياتك ما كنتيش مزوج باغي تزوج تخاف كنتي باغي تمشي لشي مدرسه تخاف كنتي باغي تسافر لشي دوله اخرى تخاف كنتي باغي تبدا شي حاجه جديده تخاف كنتي باغي تعلم شي حاجه جديده تخاف هادشي طبيعي ما قلتيش شي حاجه جديده غتخلعني انا كون قلتي لي ما خفتش نقول لك انت ماشي انسان طبيعي انت عايشه خايف واحد الكونفورت زون في واحد المنطقه ديال الراحه المنطقه ديال الراحه كاع اللي داير فيها هو الفير زون المنطقه ديال الخوف اي حاجه بغيتي دير غادي تخاف راه طبيعي الحقيقه هادشي تيجيني بزاف الميساج خويا سيمو بغيت نبدا الايكوميرس ولكن خفت خويا سيمو بغيت ندير البراند ديالي البنات خويا سيمو بغيت ندير البراند ديالي بحال ديك البنت اللي بانت معاك ولكن قال خويا سيمو بغيت ندير هادو ولكن خفت برو وحده تدوي معايا ملكه جمال المغرب ماشي المغرب المهم بزاف ديال الدول العرب ولا شي حاجه خويا سيمو بغيت ندير براند ديالي ولكن خفت شوف من لتحت للفوق كلشي كيخاف هادشي طبيعي الحقيقه استفيرزو اللي من وراه هي ليرنينغ زون هي منطقه التعلم راه ولا بغيت خاصك ديباسي هي كنقول لك دخل لو بغيتي الايكوميرس simulive.com/ecom خاصك تمشي تبدا عاد من وراها تجي الكرو زون كاين بحال هكا انت دابا عايش فواحد الكونفورت زون اللي بعد منها الفير زون منطقه ديال الرعب وتدخل عليا من وراها ليرنينغ زون كدوز تتعلم تما كتبدا كتعلم وكتلاقي المشاكل وهادي مصدقات هادي ما مصدقاتش من وراها كتجي الكرو زون منطقه النمو ديك الساعه هي فاش كتبدا تما فين كتبدا كتحرك وكتانسبيرا ويجوك افكار ندير هادي ما نديرش هادي عيش تما ولكن راه خصك تخرج هي اللي كنقول لك انا تنقول لك انا تنبغي نخرج كي ديك ليرنينغ زون انا ما قادرش نوصلك لديك الكرو زون ولكن انت اللي غادي توصل راسك ولكن انا قادر تنقول لك انا عاوني راه مخلوع انت عاوني.